جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو دعوتم شيخ صالح إلى مؤتمر يكون شعاره التوحيد، القضاء على الوثنيات المعاصرة، ما هو رأيكم في هذا؟ هذا شيء طيب، هذا هو أولى ما يعتنى به، وأن تقام المؤتمرات والندوات من أجله، وأن يتواصى به، وأن تنفق الأموال في سبيله، هذا هو الواجب بلا شك، هذا هو أصل دين الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.